يقول المثال ليكن سي الخط البياني للدالة fx المعرف بالعلاقة fx التي تساوي 2x زائد 1 على x ناقص 3. ليكن سي الخط البياني للدالة f المعرف بالعلاقة fx التي تساوي 2x زائد 1 على x ناقص 3. قال أوجد مجموع التعريف الدالة واستنتج المستقيمات المقاربة للخط سي الموازية للمحاور الإحداثي. من المستقيمات الموازية للمحاور الإحداثي؟ المستقيم المقارب الأفقي والمستقيم المقارب الشاقولي، ثم ادرس الوضع النسبي للخط سي مع كل مقارب. الحل، بنتذكر قاعدة ربط الدالة، كانت الدالة fx التي تساوي 2x زائد 1 على x ناقص 3. عم يقول لي ادرس تغيرات هذه الدالة، عم يقول لك اوجد مجموع التعريف هذه الدالة. هذه الدالة متى تكون معرفة طلاب؟ على R بعد 3. احسنتم، تقاطع مجموعة البسط مع المقام وعدد القيم التي تعدم المقام. بالضبط، بنعدم الاكس ناقص 3، بتنعدم عند 3 معناته ار فرق 3، بعبر عنها بالمجالات من ناقص لا نهائي حتى 3 المفتوح، اجتماع من 3 حتى الزائد ما لا نهائي. اوجدنا مجموع التعريف. بعدين بقول استنتج المستقيمات المقاربه، اقول طبعا هون الداله مستمره على مجموعه تعريفه، طبعا من اجل مجالات الاستمرار. دالة كسرية حدودية، هاي دالة مرجعية، والدوال المرجعية جميعها مستمرة على مجموعة تعريفها. F مستمرة على مجموعة تعريفها بكلام أدق، مستمرة على المجالين من ناقص لا نهاية حتى 3، وعلى المجال من 3 حتى الزائد ما لا نهاية. هلق لإيجاد المقاربات الشاقولي والأفقي ماذا أفعل طلاب؟ توجد المجالات على أطراف المجالات المفتوحة. أحسنتم، هي عبارة بنعرفها من زمان، لإيجاد المقاربات نوجد النهايات على أطراف المجالات المفتوحة. هلق بوجد النهاية عند الناقص لا نهاية، لاحظ أن هي مجموعة تعريف ببدأ فيها من اليسار، عند الناقص لا نهاية لازم أخذ نهاية، وعند الثلاثة بدي أخذ النهاية من اليسار ومن اليمين، وعند الزائد لا نهاية كذلك الأمر لازم أخذ زائد لا نهاية، النهاية عند زائد لا نهاية، عند الناقص لا نهاية، نهاية اف اكس لما اكسس على الناقص لا نهاية، باعتبار دالة كسرية حدودية، الحد الأعلى بالبسط على الحد الأعلى بالمقام، اكس راحت مع اكس، قد قيمة النهاية؟ 2، تساوي 2 مقارب أفقي في جوار الناقص لا نهاية. أحسنتي، إذا باعتبار النهاية نقطة عند الناقص لا نهاية، أقول المستقيم الأفقي دلتا نقطتين. واي يساوي 2 مقارب افقي الخط سي في جوار الناقص لا نهاية. باخذ النهايه عند 3 من اليسار، نهايه اف اكس لما اكس تسعى الى 3 من اليسار او بقيم اصغر، هون ما عندي حد اعلى وما حد اعلى، نهايه 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 3 لما اكس تسعى على الناقص لا نهاية، بعوض 2 ب 3 6 1 7 على 3 ناقص 3 0. شو راح تكون اشاره الصفر؟ تخالف سالب الاكس، تخالف اشاره امثال اكس. تماما، امثال الاكس موجبي، الصفر يؤخذ سالب، عيني زائد 7 على 0 سالب، الموجب على السالب سالب، و7 على 0 لا نهاية، تكون النهاية ناقص لا نهاية. النهاية لا نهاية عند نقطة، من هو المقارب؟ اكس تساوي 3 مقارب شاقولي وسي على يسار المقارب. ممتاز، اذا اقول دلتا نقطتين اكس يساوي 3 مقارب شاقولي الخط سي، والخط على يسار المقارب. لماذا؟ لان الساوي على اليسار، عيني بها 3 كلمات انت عطيت الوضع النسبي، هيك درست الوضع النسبي المقارب الشاقولي. نعم، بدنا ناخذ النهايه عند 3 بقيم اكبر، نهايه اف اكس لما اكس تسعى على 3 بقيم اكبر هي نهايه 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 3 لما اكس تسعى الى 3 بقيم اكبر. انظر، بعوض 7 على 0، شو راح اخذ الصفر؟ موجب بقيم اكبر، اشاره توافق اشاره امثال اكس، موجب 7 على 0 موجب زائد لا نهايه. استنتج
المستقيم الشاقولي دلتا نقطتين اكس يساوي 3، مقارب شاقولي للخط سي والخط على يمين المقارب لاني انا اخذت النهايه عند 3 من اليمين، بقي عند النهايه عند الزائد لا نهايه. نهايه اف اكس لما اكس تسعى الى الزائد لا نهايه هي نهايه الحد الاعلى على الحد الاعلى، 2 اكس على اكس راحت اكس مع اكس بقى عند 2. ماذا اقول؟ سمعوني صوتكم. احسنتم، ممتاز. دلتا نقطتين واي يساوي 2 مقارب افقي الخط سي في جوار الزائد ما لا نهايه، واي يساوي 2 مقارب افقي الخط سي في جوار الزائد ما لا نهايه. هلق راح ادرس الوضع النسبي الخط سي مع المقاربات. المقاربات الشاقولي طلاب كان عندي اكس يساوي 3 مقارب على اليمين وعلى اليسار درسته، بقى عندي مقاربين واي يساوي 2 مقارب في جوار الزائد لا نهاية، واي يساوي 2 مقارب في جوار الناقص لا نهاية، يعني المقاربين منطبقين في مقارب واحد. يعني انا عمليا بدي ادرس الوضع النسبي للخط مع مقاربه الافقي واي يساوي 2. الشاقولي من خلال النظر بعرف الوضع النسبي حسب السعو، الافقي عندي مقاربين شفتهم انطبقوا في مقارب واحد، لذلك هون لدراسه الوضع النسبي الوضع النسبي مع المقارب واي يساوي 2. الوضع النسبي للخط سي مع المقارب الافقي واي يساوي 2، كيف ادرس الوضع النسبي؟ ادرس اشاره اف الاكس ناقص واي. اف الاكس ناقص واي قديش الواي؟ 2. اشاره اف الاكس ناقص 2. عيني اف الاكس ناقص 2، اف الاكس هي قاعده الربط 2 اكس زائد 1 على اكس ناقص 3 اضعها ناقص 2. هلق راح اوحد المقامات، هون راح اضرب اكس ناقص 3 وهون راح اضرب بواحد، بيصير عندي المقام المشترك اكس ناقص 3، 2 اكس زائد 1 مثل ما هو ناقص 2 بي. بفتح قوس اكس ناقص 3 على اكس ناقص 3 المقام المشترك، دخل لي الناقص 2 على القوس، راح يصير معك بهذا الشكل 2 اكس زائد 1 ناقص 2 اكس زائد 6 على اكس ناقص 3، 2 اكس راحت مع 2 اكس، 1 زائد 6 قديش؟ 7 على اكس ناقص 3. تماما، هذا هو اف الاكس ناقص 2. هلق انا اوجدت عبارته، راح ادرس اشارته، بعدمه اف الاكس ناقص 2 بينعدم؟ لا ما بينعدم، بس موجب ولا ينعدم. رائع، اذا اف الاكس ناقص 2 لا يساوي الصفر، انا بدي ادرس اشارته، جيت بدي اعدمه ما انعدم، اف الاكس ناقص 2 لا يساوي صفر لان البسط ثابت موجب تماما. واشارته من اشاره مين؟ البسط المقام. اشارته من اشاره المقام. نعم، لان الاكس ناقص 3 بياخذ قيم موجبي وبياخذ قيم سلبي. اقول اف الاكس ناقص 2 لا ينعدم واشارته من اشاره المقام. لأن البسط ثابت موجب بدرس إشارة المقام اللي هي إكس ناقص 3. شوف عيني هاي إكس وهاي إكس ناقص 3، من ناقص لا نهاية إلى زائد لا نهاية ساوى الصفر عند 3. قبل 3 شو الإشارة؟ سالب، وبعد 3 موجب. بعد 3 موجب. جدول الوضع النسبي هو جدول يتألف من 3 أسطر، إكس هنا إف الإكس ناقص واي، وفي السطر الثالث أضع الوضع النسبي. انتبهوا إلي جميعا والكل معي، من ناقص لا نهاية حتى الزائد ما لا نهاية. انظر اف الاكس ناقص واي وين غير اشارته طلاب؟ عند الثلاثة. عيني الثلاثة، فلننتبه إلى المايك الخارجي. عند الثلاثة، الثلاثة عدمة البسط إلا عدمة المقام؟
عدمة المقام. فكان ما بين عدم المقام الكسر غير معرف. غير معرف. لذلك أضع أسلاك شائكي. بدنا نكون واعين لها النقطة هاي. الكسر فعلا غير إشارته عند الثلاثي. لأنه إشارته نحن قررنا من إشارة المقام. غير إشارته عند الثلاثي، قبل الثلاثي سالب، بعد الثلاثي موجب. أليس كذلك؟ انظر، ولكن هاي الثلاثي ما عدمت الكسر، إنما عدمت المقام. الكسر ينعدم بانعدام البسط، ومكان ما ينعدم المقام الكسر بصير غير معرف. لذلك عند هذه النقطة أضع أسلاك شائكي على المجال من ناقص لا نهاية حتى 3 اف الاكس ناقص واي يكون سالب، معناته سي تحت المقارب. تحت المقارب. وعلى المجال من 3 الى الزائد لا نهاية يكون سي فوق المقارب. إذن أقول على المجال من ناقص لا نهاية حتى 3 المفتوح يكون اف الاكس ناقص 2 أكبر أو يساوي الصفر. لاحظ، يكون f x ناقص 2 أصغر أو يساوي الصفر، وعليه يكون c تحت دلتا. وعلى المجال من ناقص لا نهاية، على المجال من 3 حتى الزائد لا نهاية يكون المجال f x ناقص 2 أكبر أو يساوي الصفر، وعليه c فوق دلتا. واضح طلاب؟ طبعا هاي الأخطاء المطبعية بتصير أثناء النسخ واللصق. نعم، ممكن الكمبيوتر أحيانا ما يدعم التنسيق، الأكبر أو يساوي الكمبيوتر بيعملها لحاله، أصغر أو يساوي، مع اختلاف اللغات والرموز. هذا هو السبب. واضح طلاب كيف بننظم جدول وضع النسبة؟ نعم أستاذ، واضح. جدول وضع النسبة نعم، هو جدول يتألف من سطرين من 3 أسطر. السطر الأول أضع X مجموعة تعريفه، في السطر الثاني أضع F X ناقص Y، في السطر الثالث أضع الوضع النسبي. أستاذ هون بصير نقول أنه حطنا تحت الثلاثي أسلاك شائكي لأنه هي ما بتنتمي لمجموعة التعريف. بالضبط، وهي هي الحقيقة. أنا حطيت تحت الثلاثي أسلاك شائكي لأنه بالأساس الثلاثي هون هي موجودة في منطقة عدو بالنسبة للدالة. نعم نعم أستاذ، تمام. نعم طلاب، الآن لدي هذا المثال. يقول المثال: ليكن لدينا C الخط البياني للدالة FX، التي تساوي 2X مكعب ناقص 3 على X مكعب زاد X مربع ناقص 2X. قال: أوجد مجموعة تعريف التالي F، ثم استنتج المستقيمات المقاربة للخط C والموازية للمحاور الأحداثية. ادرس مو مطلوب الوضع النسبي هنا في هذا السؤال. إذن ليكن لدينا C الخط البياني للدالة F المعرفة بالعلاقة FX التي تساوي 2X مكعب ناقص 2 على X مكعب زاد X مربع ناقص 2X. أوجد مجموعة التعريف واستنتج المستقيمات المقاربة للخط C الموازية للمحاور الأحداثية. الحل: هذه الدالة تكون معرفة لما المقام لا يساوي صفر. إذا F معرفة لما يكون المقام X مكعب زاد X مربع ناقص 2X لا يساوي صفر. وبالتالي لنحل المعادلة بعدم المقام وبشوف النقاط اللي راح ينعدم عند هالمقام، يعني حلول هالمعادلة راح استثنيهم من R. حل المعادلة X مكعب زاد X مربع ناقص 2X يساوي صفر. كيف راح حل هالمعادلة هاي طلاب؟ نخرج X عن المشترك، بعدين حسب خاصية الجداء الصفر إما X يساوي صفر أو X مربع زاد X ناقص 2 تساوي صفر. رائع. إذن مثل ما قالت زميلتنا شرحتنا يا بالتفصيل الممل، نخرج X عامل مشترك من الحدود الثلاث هدول. من X طلعت برا القوس، بفتح قوس X مكعب على X X مربع زاد X مربع على X X ناقص 2X على X ناقص 2، بسكر قوس يساوي الصفر. لاحظ، أرى هذا القوس مو قابل للتحليل. أين؟ نعم، X زائد 2 وX ناقص 2. رائع، التحليل المباشر
إذا راح ينكتب هذا القوس بالشكل x زائد 2 بx ناقص 1، ما بنسى الx المضروبة. هلا بطبق خاصة الجداء الصفري. خاصة الجداء الصفري، أنا إذا كان في عندي عدد من المقادير مضروبات ببعض وناتج الضرب صفر، إما الأول يساوي صفر أو الثاني يساوي صفر أو الثالث يساوي صفر حسب خاصة الجداء الصفري. إما x يساوي صفر، هذا حل أول للمعادلة، أو x زائد 2 يساوي صفر، x يساوي ناقص 2 حل ثاني، أو x ناقص 1 يساوي 0، x يساوي الواحد. بناء على ذلك راح تكون مجموعة التعريف هي R فرق ثلاث نقاط. ببلش من الصفر ناقص 2 وواحد. رائع، ناقص 2 وصفر وواحد. عيني، ناقص 2 وصفر وواحد. تبيه جميعا، لا تستثنوا الواحد. عشان ما ندخل في مفهوم تمديد ومقصور دالي. إذن دي اف هي ار فرق الناقص 2 والصفر والواحد، يعني عمليا عندي محور الاعداد الحقيقي فيه ثلاث ثقوب، الثقب الاول عند الناقص 2، الثقب الثاني عند الصفر، الثقب الثالث عند الواحد. بكتبها على شكل اجتماع مجالات من ناقص لا نهايه للناقص 2، اجتماع من ناقص 2 حتى الصفر، اجتماع من الصفر للواحد، اجتماع من الواحد حتى الزائد ما لا نهاية. إذن دي اف هي ار فرق الناقص 2 والصفر والواحد، محور الأعداد الحقيقي مثقوب ثلاث ثقوب. نعم، بناء على ذلك يكتب بالشكل من ناقص لا نهاية للناقص 2 مجموع التعريف، اجتماع من ناقص 2 حتى الصفر، اجتماع من الصفر حتى الواحد، اجتماع من الواحد حتى الزائد ما لا نهاية. إذا نكتبها من ناقص 2، عفوا من ناقص لا نهاية حتى الناقص 2، اجتماع من ناقص 2 حتى الصفر، اجتماع من الصفر حتى الواحد، اجتماع من الواحد حتى الزائد ما لا نهاية. واضح طلاب؟ من ناقص لا نهاية للناقص 2، اجتماع من ناقص 2 حتى الصفر، اجتماع من الصفر حتى الواحد، اجتماع من الواحد حتى الزائد ما لا نهاية. هلق لإيجاد المستقيمات المقاربة نوجد النهايات على أطراف مجموعة التعريف. انتبهوا إلي جميعا، لاحظ نتذكر f x، f x التي تساوي 2 x مكعب ناقص 2 على x مكعب زائد x مربع ناقص 2x. إذن زائد x مربع، شكرا لك، ناقص 2x. إذن لاحظ مجموعة التعريف من ناقص لا نهاية للناقص 2، اجتماع من ناقص 2 حتى، إذا من ناقص 2 حتى الصفر، اجتماع من ناقص 2 حتى الصفر، نعم، اجتماع من الصفر حتى الواحد، اجتماع من الواحد حتى الزائد ما لا نهاية. خلوكم معي طلاب، النهاية عند الناقص لا نهاية، نهاية اف اكس لما اكس تسعى للناقص لا نهاية، الحد على بالبصر، الحد على بالمقام، 2 اكس مكعب على اكس مكعب، والتي تساوي 2، ومنه استنتج المستقيم دلتا نقطتين واي يساوي 2 مقارب افقي الخط سي في جوار الناقص لا نهاية. النهاية نقطة عند اللا نهاية، راح أخذ النهاية عند مين؟ راح أخذها عند الناقص 2. في الواقع عندما إكس تسعى للناقص 2 بقيم أصغر. بالضبط، لما إكس على الناقص 2 بقيم أصغر، هون اللي راح يصير معي عوض الناقص 2 بالمقام، شو راح يصير؟ ينعدم المقام. راح ينعدم المقام. أنا بحاجة لمعرفة هذا الصفر، هل هو موجب أم هل هو سالب؟ ما العمال؟ كتابة لازم نعوض سيبي. كتابة المقام بشكله المتحلل. يجوز أن أخذ قيمي، ولكن أنت بقاعة الامتحان ممكن تكون دقات قلبك 120، نعم، وممكن تكون متوتر شوي تخطأ بالتعويض، لذلك اكتب المقام بشكله المتحلل، نعم، بيكون تصل إلى إشارة الصفر بأقل ضرر. انظر،
نهاية اف اكس لما اكس ناقص 2 بقيم اصغر، انا كتبت المقام بشكل المتحلل مشان اعرف اشارة الصفر، 2 اكس مكعب ناقص 2 على اكس باكس زائد 2 باكس ناقص 1، لاحظ عيني بعوض، ناقص 2 للتكعيب، ناقص 8 ب 2، ناقص 16 ناقص 2 ناقص 18 على عوض ناقص 2، انظر اول مضروب ناقص 2، اكس زائد 2 ناقص 2 زائد 2 صفر، هون الصفر موجب الا سالب طلاب سالب لانه بقيم اصغر، نهاية بقيم اصغر، وهون في هذا القوس ناقص 2 ناقص 1 ناقص 3، هلق بضرب 2 بصفر بثلاثة صفر ماص الناتج صفر، هل هذا الصفر موجب الا سالب؟ بضرب الاشارات، السالب بالسالب موجب بالسالب سالب، فتكون اشارة الصفر صفر سالب، ناقص 18 على صفر سالب، السالب على السالب موجب، و18 على صفر زائد لا نهاية، ومنه استنتج المستقيم الشاقولي اكس يساوي قديش؟ ناقص 2 اكس على يسار المقارب، على يسار المقارب. اذا استنتج المستقيم دلتا نقطتين اكس يساوي ناقص 2 مقارب شاقول الخطسي والخط على يسار المقارب، بالمقابل بدي اوجد النهايه عند 2، بالمقابل بدي اوجد النهايه عند الناقص 2 عفوا بقيم اكبر، كمان هون الصفر المقام راح ينعدم، لمعرفة إشارة الصفر بكتب المقام بشكل المتحلل بهذا الشكل، نهاية اف اكس لما اكس تسعى على ناقص 2 بقيم اكبر، نهاية 2 اكس مكعب ناقص 2 على اكس باكس زائد 2 باكس ناقص 1 عوض، البسط ناقص 18 ناقص 2 ب ناقص 2 زائد 2، انا بعرف قبل يخالف وبعد يوافق، بس لمين؟ لكثير الحدود من الدرجة الأولى، ناقص 2 زائد 2 صفر موجب لأنه بقيم أكبر، وهو ناقص 2 ناقص 1 ناقص 3، لاحظ 2 بصفر بثلاثة صفر سالب بموجب بسالب، السالب بالسالب موجب السالب بالموجب سالب بالسالب موجب، ناقص 18 على صفر موجب قديش؟ ناقص لا نهائي، ناقص لا نهائي، وعليه والمقارب شكل اكس يساوي ناقص 2 للخط سي وسي على يمين المقارب، والخط سي شكرا على يمين المقارب، اذا دلتا نقطتين اكس يساوي ناقص 2 مقارب شو اقول خط سي، والخط على يمين المقارب، ايضا بدي اخذ النهايه عند الصفر، راح اخذ النهايه عند الصفر كذلك الامر من اليسار ومن اليمين، من الاعلى ومن الادنى، طبعا هون اذا بدي اعوض الصفر في المقام راح ينعدم المقام، انا ما راح اعرف موجب الا سالب لاني عم بتعامل مع كثير حدود من الدرجه الثالثه، بنفس الطريقه بكتب المقام بشكل متحلل، انظر نهايه اف اكس لما اكس تسعى للصفر بقيم اصغر هي نهايه 2 اكس مكعب ناقص 2 على اكس باكس زائد 2 باكس ناقص 1، لما اكس تسعى للصفر بقيم اصغر 2 بصفر صفر ناقص 2 ناقص 2 في البسط على اكس، عوض الاكس صفر، هذا صفر سالب الا موجب؟ سالب لانه بقيم اصغر، سالب لانه اصغر، صفر سالب ب، صفر زائد 2 زائد 2، صفر ناقص 1 ناقص 1، عيني ناقص 2 على عدد بصفر بعدد الناتج صفر، سالب بالموجب سالب بالسالب موجب، ناقص 2 على صفر موجب، ناقص لا نهائي، ومنه المستقيم الشاقولي دلتا نقطتين اكس يساوي صفر، مقارب شاقول الخط سي والخط على يسار المقارب، ايضا النهايه عند الصفر بقيم اكبر، بنفس الطريقه لازم اكتب المقام بشكل المتحلل، نهايه 2 اكس مكعب ناقص 2 على اكس زائد 2 اكس باكس زائد 2 باكس ناقص 1، لما اكس تسعى الى الصفر بقيم اكبر، 2 بصفر صفر ناقص 2 ناقص 2 هاي هي على، لاحظ صفر موجب هذا هو، وصفر زائد 2 زائد 2 وصفر ناقص 1 ناقص 1، بيجي على المقام الناتج صفر، شو اشارته؟ بضرب الاشارات، موجب بموجب موجب بسالب سالب، ناقص 2 على صفر سالب، ناقص 2 على صفر سالب كم تساوي؟ زائد ما لا نهاية، اذا وعليه اكس يساوي صفر، مقارب شاقول الخط سي والخط على يمين المقارب، صح؟ نعم. هلق بقي عندي عند الواحد
أنا أرى أنه عند الواحد لازم أخذ النهاية من اليسار ومن اليمين. لاحظ نهاية fx لما x تسعى إلى الواحد، نعم خلوني أعتبر حالي عم اشتغل مثل ما تعلمت، بدي أخذها من اليسار مثلا، بحسب النهاية 2x مكعب ناقص 2 على x مكعب زائد x مربع ناقص 2x. حتى لو أخذت المقام بهالشكل وبهالشكل متحلل نفس الشيء، عوض 2 بواحد 2 ناقص 2 صفر، البسط صفر، والمقام إجباري بده يكون صفر لأن الواحد هو جذر للمقام، يعني حل لمعادلة المقام. واحد زائد واحد 2 ناقص 2 صفر. فأرى نفسي أمام شو؟ عدم تعيين من الشكل الصفر على صفر، معناته النقطة واحد هي نقطة شاذة منتظمة بلغة التحليل الرياضي البحت، نقطة شاذة قابلة للإصلاح. ما العمل لإيجاد النهاية عند الواحد؟ رائع، شكرا لكم جميعا، شكرا لكم. إذا طلاب مثل ما قالت زميلتنا وزملائنا اللي كمان شاركونا في حل هذا الفقرة من هذا التمرين، لاحظ عيني، باعتبار أنا أمام عدم تعيين من الشكل صفر على صفر والدالة كسرية حدودية وحل البسط وحل المقام، مثل ما قالت زميلتنا مبدئيا بخرج 2 عامل مشترك من البسط 2 إكس مكعب ناقص 1 على المقام، بكتبه بشكل المتحلل إكس زائد 2 بإكس ناقص 1 طبعا مضروبة بإكس، بفك المتطابقة التكعيبية في البسط إكس ناقص 1، هاي لازم تكون محفوظة عند الجميع، إكس مربع زائد إكس زائد 1 على إكس بإكس زائد 2 بإكس ناقص 1، وبختصر العوامل المشتركة وما بنسى الليمتد. يعني هون الواحد لا داعي لليسار ولا اليمين، أنا بداية أخذت من اليسار ولكن عند اللي شفت صفر على صفر ما تنفي داعي لليسار واليمين، هاي عدم تعيين بدها إزالي. إذن عدم تعيين، لاحظوا بدي أعيد الكلام، حللت البسط وحللت المقام، هاي المتطابقة التكعيبية في البسط وهذا المقام شكل المتحلل، راحت الإكس ناقص واحد مع الإكس ناقص واحد، صفت نهاية 2 بإكس مربع زائد إكس زائد 1 على إكس بإكس زائد 2 والتي تساوي 2 ب 1 زائد 1 زائد 1 3 على 1 ب 1 زائد 2 3، 2 ب 3 على 1 ب 3، راحت 3 مع 3 2، النهاية نقطة عند نقطة. لما تكون النهاية نقطة عند نقطة هل يوجد مقارب طلاب؟ لا مقارب، نقطة مقارب. وإنما أسمي النقطة واحد اثنين شو؟ عيدوا ليها نقطة مقارب. النقطة واحد اثنين عفوا واحد نعم النقطة واحد اثنين نقطة مقاربة، إذن وعليه أسمي النقطة واحد اثنين نقطة مقاربة.